آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. طبعا هو هنا هيتكلم عن قضية اللي هي إيه؟ صح الأسانيد التي تكلم فيها أئمة الحديث. واختلفت فيها أنظارهم واتجاهاتهم ومدارسهم. فنريد أن نبين ما قيل في هذه المسألة. فأولا ننبه على أن كل إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل تكلم في هذه المسألة بحسب ما أداه إليه اجتهاده. فالإمام أحمد أداه اجتهاده إلى أن يقول أن أصح الأسانيد كذا، الإسناد الفلاني. وابن معين قال أصح الأسانيد كذا، وفلان البخاري قال أصح الأسانيد كذا. فكل إمام تكلم في هذه المسألة بحسب اجتهاده هو، بحسب ما رآه وما يعلمه من أحوال الرجال. وطبعا إذا كان كل واحد منهم هيتكلم بحسب اجتهاده يبقى من الطبيعي أن يكونوا إيه؟ مختلفين، لأن الاجتهاد بيختلف من شخص لآخر. وتقدير الرجال والحكم على الرجال بيختلف من شخص لآخر، فمن الطبيعي أن يختلف اجتهادهم حول هذه القضية. فكل إمام يذكر إسناد ويرى من وجهة نظره هو أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. مش كده وبس، ده الإمام الواحد بيختلف رأيه حول أصح الأسانيد من وقت لآخر. الإمام أحمد لما يسأل عن أصح الأسانيد يذكر إسنادا معينا، ويأتي إنسان آخر بعد فترة يسأله عن أصح الأسانيد فيذكر له إسنادا آخر غير الذي قد ذكره أولا. وكذلك يحيى بن معين وغيره. يبقى مش بس هما بيختلفوا فيما بينهم حول من هو أصح الأسانيد، لا، ده هو الإمام نفسه قد يختلف رأيه من وقت لآخر. فدي أول إيه؟ نقطة عايزين نبينها. طبعا الأئمة لما بيجوا يعبروا عن كلمة أصح الأسانيد فلهم عبارات مختلفة. فمرة يقول إيه؟ أصح الأسانيد كذا، ومرة يقول إيه؟ أجود الأسانيد كذا، ومرة يقول إيه؟ ومرة يقولوا أحسن الأسانيد الإسناد الفلاني. فعباراتهم بتختلف في التعبير عن أصح الأسانيد أو أجودها أو أحسنها. ولا يفهم من هذا إن هو لما يقول أحسن الأسانيد أنها درجة تقل عن أصح الأسانيد. واخدين بالكم النقطة دي؟ يعني ما نفسرش أحسن بالحسن بتاع الايه المصطلح. ما نقولش هو قال أحسن يبقى ايه أحسن ديت، يعني الإسناد ده أقل في الصحة من الإسناد الذي قيل فيه أصح. لا، هما في المسألة دي بالذات ما بيجي يعبروا ف بتترادف هذه العبارات. أصح الأسانيد هي أجود الأسانيد،
هي أحسن الأسانيد وهكذا. طيب طبعا لما برضو بيذكروا أصح الأسانيد الإسناد الفلاني، فهل يا ترى مقصودهم هل بهذا الإسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، ولا في قيود على هذه الكلمة؟ فقال لك الأفضل إن احنا نقيد هذه العبارة، فنقول مثلا، وده اللي عمله الحاكم في المدخل، قال لك مثلا أصح أسانيد أبو بكر الصديق الإسناد الفلاني، أصح أسانيد عمر بن الخطاب الإسناد الفلاني، أصح أسانيد عبد الله بن مسعود الإسناد الفلاني. يبقى مش معنى كده إنه لما إمام من الأئمة يقول إن أصح الأسانيد الإسناد الفلاني إن هو أصح الأسانيد مطلقا، لا، يبقى إحنا نقيدها بصحابي مثلا، أو نقيدها ببلد. فمثلا أصح أسانيد المدنيين مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد البصريين وهكذا، أصح أسانيد أهل البيت الإسناد الفلاني. يبقى احنا ايه نقيد هذه العبارة، ما ناخدهاش على إطلاق. طيب يبقى عشان نحل هذا الإشكال نقول ايه، وده اللي عمله بعض الأئمة، قال من أصح الأسانيد، فكلمة من دي تحللك الإشكال. فبدل ما نقول أصح الأسانيد ويفهم منها أنه أصح الأسانيد مطلقا، لا، نقول من أصح الأسانيد، يعني غيره برضو من الأسانيد صحيح ويشترك معه في الصح، ولكن هذا منها أو من أحسنها أو من أصحه وهكذا. والأئمة برضو لما بيجوا يعبروا عن أصح الأسانيد يقولوا إيه، بعضهم يقول أصح الأسانيد، بعضهم يقول إيه أصح الأحاديث. فالإسناد قد يطلق ويراد منه إيه الإسناد فقط، وقد يطلق ويراد منه الإسناد ويراد منه المتن، المتن فقط، وقد يطلق ويراد منه الإسناد والمتن معا، واخد بالك؟ فتنتبه لعبارات الأئمة في هذه المسألة بخصوصها، ما تحملش الحديث على الإسناد على المتن فقط أو تحمله على الإسناد فقط، ولكن بحسب قرينة الحال في عبارات الأئمة، هل هو يقصد الإسناد جائز، يقصد المتن جائز، يقصد الإسناد والمتن جائز برضو، فعباراتهم برضو بتختلف في هذه المسألة. طيب لما يقال عن إسناد أنه أصح الأسانيد، هل نفهم منه إن أصح الأسانيد يعني إيه هذا الإسناد قيل أنه أصح الأسانيد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هل يفهم منه إن المتن الذي ورد في هذا الإسناد هو أصح من المتن الذي ورد من طريق آخر وهو صحيح أيضا ولكنه لم يقل عنه الأئمة أنه أصح الأسانيد؟ لا، مفيش تلازم هنا ما بين صحة الإسناد أو أصحية الإسناد وصحة المتن. قال لك ليه؟ قال لك لأن ممكن الإسناد
الذي لم يصفه الأئمة بأنه أصح الأسانيد يكون متنه أصح من متن الإسناد الآخر الذي قيل فيه أنه أصح الأسانيد. ليه؟ قال لك لأنه ربما يكون له من المتابعات والشواهد ما ليس للمتن الآخر الذي روي بإسناد قيل فيه أنه أصح الأسانيد. ربما أيضا يكون هذا المتن الذي روي بإسناد أقل في الصحة يكون خاليا من العلل، والإسناد اللي هو قيل في أصح الأسانيد ده في هذه الرواية بعينها يكون فيه علة. احنا عارفين العلة بتبقى غير ظاهرة، علة خفية. هو الإسناد في ظاهره في هذه الرواية صحيح وسليم وما فيش أي مشاكل، لكن بالبحث والاستقراء وتتبع طرق يتبين أن فيه علة. يبقى إذا احنا عايزين نقول إيه؟ إن ما فيش تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن، أو أصحية الإسناد وأصحية المتن. واضحة النقطة دي؟ طيب هم ليه الأئمة تكلموا في هذه المسألة أصلا؟ ليه قالوا إن أصح الأسانيد الإسناد الفلاني والإسناد العلاني؟ ليه قالوا كده؟ قال لك بنستفيد من هذه المسألة عند التعارض. يعني حديث ورد بإسناد قيل فيه أنه أصح الأسانيد، وحديث آخر روي بطريق أدون وأقل في الأصحية، وتعارض هذا مع هذا، يبقى هنقدم إيه؟ هنقدم ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. يبقى الأئمة ذكروا هذه المسألة للترجيح عند التعارض. طب حد يسألني كده يقول لي طب إذا تعارض حديثان بسند كل منهما قيل فيه أنه أصح الأسانيد هنعمل إيه بقى ساعتها؟ إذا قدرنا نجمع بين الحديثين المتعارضين بأحد أوجه الجمع جمعنا، فالجمع كما يقولون إيه؟ أولى من الترجيح. دي قاعدة. لو في حديثين متعارضين وقدرت تجمع بينهم ده أفضل من أنك ترجح بين واحد فيه. الجمع أولى من الترجيح. طب ما قدرناش نجمع، يبقى ساعتها هنضطر إلى الترجيح بأحد أوجه الترجيح المختلف. ترجيح بكثرة الطرق، ترجيح بأن جرى عليه العمل، وهكذا. واخدين بالكم؟ طيب طبعا هو الأئمة لما ذكروا الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد، لو جمعتها كده هتلاقيها في حدود ما يقترب من 20 سنة، ما يتعدوش هذا ما قال عنه الأئمة أنه أصح الأسانيد. لو جمعتها كده كلها هتلاقيها في حدود إيه؟ 20 سنة. طبعا احنا كنا وقفنا عند بقى قوله ايه؟ والمختار انه لا يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا. ليه؟ قال لك لان تفاوت مراتب الصحة
مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، أي أن الصحة تتوقف على صحة الإسناد، تتوقف على الإسناد وتمكنه من شروط الصحة اللي احنا كنا ذكرناها في الأول، اللي هي ايه؟ اتصال السند، أن يكون مرويا بإيه؟ عدول ضابطين، مفيش شذوذ ولا علم، وهكذا. ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة. يعني لما نيجي على إسناد معين ونجيب راوي راوي منفردا، نادر جدا لما نلاقي كل واحد من هؤلاء الرواة بلغ درجة الكمال في التوثيق وفي الأصحية والقبول. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك، اضطرب من خاض في ذلك. اضطرب هنا يعني بمعنى ايه؟ اختلف، مش معناها يعني ايه الاضطراب اللي احنا برضو عارفينه في المصطلح ان هو بمعنى الضعف، ان الحديث روى بروايات مختلفة، لا، معناها هنا اختلفوا فيما بينهم في ايه في ذلك. احنا قلنا طبعا الاختلاف ده ناتج من ايه؟ من الاجتهاد، كل واحد بيجتهد ويشوف من وجهة نظره هو أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك، إذ لم يكن عندهم استقراء تام. طبعا هو زمان ما كانش عندهم الحاسب الآلي أو الكمبيوتر اللي احنا اللي موجود عندنا، إن هم يقدروا يجمعوا كل طرق الحديث الموجودة، لا، فكل واحد بيبقى على حسب بقى طاقته وقدرته وحفظه، وده هيختلف زي ما قلنا من ايه؟ من شخص لآخر. وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. بقى كل واحد بيختص أكثر في أسانيد البلد اللي هو عايش فيه، لأن دول هم اللي جنبه هو، وهم دول اللي بيروي عنهم وبيروا عنه، وهكذا، بخلاف الأسانيد التي من مناطق أخرى وفي بلاد أخرى. وهيضرب مثال على هذا، يقول: كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي: سمعت محمود بن غيلان يقول: قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ده إسناده لوحده، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، والإسناد ده إسناد إيه؟ مكي، كلهم مكيون. خلي بالك ان وكيع بن الجراح كوفي، وكيع بن الجراح كوفي. فبيقولوا له هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة، ده اسناد مدني. لا، ده اسناد مكي. وافلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، ده مدني، إسناد مدني، كل اللي فيه مدنيون. وسفيان، يعني سفيان الثوري، عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة، الأسود بن يزيد النخعي برضه. وفي بعض الروايات بتقول إبراهيم عن منصور عن الأسود عن عائشة، منصور بن المعتمر،
فالإسناد ده كله إيه؟ الأخير ده كله إيه؟ كوفيين. فبيقولوا له أيهم أحب إليك؟ أي إسناد من الثلاثة دول أحب إليك؟ فوكيع بن الجراح قال إيه؟ قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. يعني إسناد البلد بتاعنا ده إحنا إيه؟ لا نفضل عليه أحد. يبقى هو يقصد أي إسناد؟ ها؟ إسناد الأولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ هنصحوا كده معي. يقصد الإسناد الثالث الأخير. ليه؟ لأنه كلهم كوفيين، وكيع بن الجراح كوفي. فبيقول لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، يعني إحنا ما نفضلش على أهل بلدنا أي حد. تعصب شوي. قال أحمد بن سعيد اللي هو الدارمي، فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. يعني أصحاب الإمام الدارمي كانوا بيقدموا السند اللي هو إيه؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، اللي هو السند المكي. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. يعني طالما الأئمة ما اتفقوش على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد، يبقى ما ينفعش نقول إن ده أصح وأفضل إسناد، وإلا يبقى إيه؟ ترجيح بلا مرجح. ايه الاساس اللي على اساسه انك رجحت هذا الاسناد على غيره من الاسانيد؟ مفيش. الائمه اتفقوا عليه؟ لا، ما اتفقوش. ده كل واحد بيذكر اسناد مختلف. يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ان على اسناد معين انه اصح الاسانيد مطلقا. قال شيخ الاسلام، مين شيخ الإسلام؟ ابن حجر. مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، يعني الإمام اللي موجود في السند ممكن بعض الأسانيد ترجح ببعض الأئمة على غيرها لحفظ الإمام أو لإتقانه وما شاء. وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه، أي في الإسناد يعني، من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. معنى الكلام ده إيه؟ اللي هو مسألة الترجيح اللي احنا اتكلمنا عنها، في إسناد حكموا لي بأنه من أصح الأسانيد، أو قال إمام من الأئمة أنه أصح الأسانيد، وفي إسناد آخر لم يقولوا فيه هذا، فعند التعارض بنرجح مين؟ الإسناد الذي قيل فيه أنه أصح الأسانيد. تنبيه: عبارة ابن الصلاح، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. خلي بالك بقى، وبيقول إيه؟ إسناد أو حديث، فأو هنا تقتضي إيه؟ تقتضي المغايرة،
يبقى الإسناد غير الحديث. متن وسند. فالحافظ العلائي بيعقب على عبارة ابن الصلاح هذه ويقول إبان. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك. يعني في جماعة من الأئمة قالوا إن في أصح الأسانيد كذا وكذا. وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح. أصح الأحاديث على الإطلاق. فالحافظ العلائي يقول إن الإسناد الناس الأئمة اتكلموا وقالوا أصح الأسانيد كذا، لكن ما حدش قال أصح الأحاديث كذا. واخد بالك؟ حدش قال أصح الأحاديث أو أصح متن كذا، لا، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، اللي احنا شرحناه. فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد، عشان إنه لا يلزم من كون صحة الإسناد صحة المتن، فما لم يخض الأئمة إلا في الإسناد. ده كلام الحافظ العلامة. طبعا السيوطي هيناقش الكلام ده. يقول: وكأن المصنف، مصنف اللي هو مين؟ النووي. حذفه لذلك. يعني عبارة الإمام النووي بتقول إيه؟ والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. ما جابش سيرة الإيه؟ الحديث اللي هي عبارة ابن الصلاح، مع أنه هو بيختصر كتاب ابن الصلاح. فحذف كلمة الأحاديث واقتصر على الإسناد. لكن دي تفيدك إن في استدراك حقيقي. قال شيخ الإسلام: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر، أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد. يعني من لازم كلام الأئمة إن أصح الأسانيد اللي ذكروها اللي هو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إن الحديث اللي يأتي بهذا المتن هو يكون أصح الأحاديث. وهو يقصد بهذا الحديث الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن حبل الحبلة. هو ده الحديث اللي رواه أحمد بهذا الإسناد اللي هو بيتكلم عن الحافظ. فيقتضي أن يكون المتن ده أو الحديث ده من أصح الأحاديث لأنه مروي بهذا الإسناد. أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يروي في مسنده به غيره فيكون أصح الأحاديث. يعني الإمام أحمد في المسند لم يأتي بإسناد أو بحديث بهذا الإسناد إلا هذا الحديث فقط اللي أنا ذكرته لكم دلوقتي، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك. ذلك اللي هو التلازم بين صحة الحديث بين صحة الإسناد وصحة المتن. قلت اللي بيقول هنا مين؟ السيوطي.
قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك. الإمام العلائي له كتاب اسمه بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس، بيذكر فيها كل الأحاديث التي رواها مالك، وفيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أنفس، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشخاص. طبعا احنا عارفين ان الامام مالك خاصة في الموطأ اسناده من اعلى الاسانيد، يعني ممكن تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 مثلا، وفي احاديث اخرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7. فالحافظ العلائي جه في كتاب بغية الملتمس هذا وجمع الاحاديث التي بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 7 أنفس أو أشخاص. فالحافظ العلائي قال في الكتاب ده إيه بقى؟ فقال في الحديث المذكور اللي هو اللي أنا قلت لكم ده علي، لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن حبل الحبلة، إنه أصح حديث في الدنيا. إنه أصح حديث في الدنيا، وهو يقصد به ايه؟ السند. طب عرفنا منين ان هو يقصد السند؟ لان عبارة الحافظ العلائي بيقول ايه؟ هذا حديث يعز وجوده، وهو اصح الاحاديث او اصح حديث في الدنيا. طب هو الحديث مش عزيز ولا حاجة، الحديث موجود في البخاري وموجود في أماكن كتير كمد، خلي بالكم ويقصد ويقول إيه، هذا حديث يعز وجوده أو عزيز وجوده. طب هو في البخاري وعند غيره من الأئمة بهذا المد، يبقى هو يقصد المد؟ لا، ما يقصدش المد، لأن المد موجود في أكثر من موضع. يبقى هو يقصد إيه؟ الإسناد. ومع هذا عبر بقوله إيه؟ إنه أصح إيه؟ حديث، ما قالش إسناد. واضحة النقطة دي ولا عادها تاني؟ واضحة؟ وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهة وابن راهوية، صرح بذلك ابن الصلاح. يبقى مذهب الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية إيه؟ إن أصح الأسانيد إيه؟ الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر اللي هو أبويا. وحيجي لنا بعد كده لما واحد بيسأل الإمام أحمد عن أصح الأسانيد هيقول إيه إسناد تاني خالص. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين. طبعا وقيل هنا ما تفيدش التضعيف زي ما إيه احنا متعودين، يعني يقول لك قيل يبقى الكلام يبقى القول ده فيه ضعف. لا، قيل يعني امام اخر قال كده، لا تفيد ايه ضعف هذا الاسناد يعني. وقيل اصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الا ان وهو مذهب ابن المديني
الفلاس اللي هو عمرو بن يحيى ابن علي الفلاس وسليمان بن حرب. إلا أن سليمان يعني شوف أهو سليمان بن حرب بيقول إن أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفي موضع تاني قال إيه أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، وابن المديني قال عبد الله بن عون عن ابن سيرين. يبقى الإمام أحمد ليه رأيين، وسليمان بن حرب مرة قال ابن سيرين عن عبيد عن علي، ومرة قال أيوب السختياني عن ابن سيرين عن علي، وابن المديني مرة برضو قال محمد بن سيرين عن عبيد عن علي، ومرة قال إيه عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن علي. يبقى الإمام الواحد قد تجد له أكثر من قول في مسألة أصح الأسانيد. حكاه ابن الصلاح، وقيل أصحها سليمان الأعمش يعني سليمان بن مهران، وتتقال كده ابن مهران بكسر الميم، قلش مهران، سليمان ابن مهران الأعمش، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود، وهو مذهب ابن معين. ويأتي برضو بعد كده أن ابن معين ليه قول آخر صرح به ابن الصلاح. وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه اللي هو الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة، والعراقي عن عبد الرزاق. يبقى مذهب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إن الزهري عن علي عن زين العابدين عن الحسين عن أبيه إن هذا أصح الأسانيد. وقيل أصحها مالك ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري. البخاري رجح هذا الإسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر. وصدر العراقي به كلامه، فلما العراقي صدر بكلامه يعني إيه كأنه هذا راجح عنده، كأن هذا راجح عنده. ودي تاخدها برضو قاعدة في إيه لما تيجي تقرأ، لما يجي مثلا إمام من الأئمة يذكر آراء متعددة أو أقوال متعددة ولكنه بيذكر في المقدمة أول رأي مثلا، يبقى أول رأي ده هو اللي بإيه بيترجح عنده. خدوها منين طيب؟ خدوها من الحديث الذي في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اقرأوا القرآن على أربعة أو خذوه من أربعة. فبيقول أول واحد عبد الله بن مسعود، والبخاري بيقول أو الراوي بيقول إيه فبدأ به عبد الله بن مسعود فبدأ به، يعني إيه أول واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فبدأ به، يعني إيه يعني هو المقدم على الثلاثة التانيين اللي هو سالم مولى حذيفة وعبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فالبخاري لما ذكر هذا الحديث الراوي يقول فبدأ بعبد الله بن مسعود. يبقى لما أي إمام من الأئمة يذكر راوي يذكر قولا من أقوالا متعددة أو آراء متعددة ويذكر في أولها رأيا معينا، يبقى هو الرأي ده هو اللي يترجح عنده.
فبيقول وصدر العراقي به كلامه، يعني كأن العراقي برضو بيميل إلى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر. وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. فروى الخطيب في الكفاية عن يحيى ابن بكر، إذا عندكم بكر ولا بكير؟ بكير. الناس بقى اللي في نسختها عندها بكر تصلح، يحيى ابن بكير، أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى لما حديث يروى بهذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، فكأنك بتسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامك وهو اللي بيقول لك الحديث. لكن أي إسناد آخر بيبقى يعني إيه، في احتمال الزعزعة، يعني إيه، في لخلخة، في عدم إيه، مفيش استقرار، واخد بالك. لكن الحديث اللي بيروى بهذا الإسناد يبقى كأنك تسمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح، وبنى فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح اللي هي إيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، موت. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي. الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي، يعني كان إيه، إماما كبيرا في الحديث والأصول، حتى قيل أنه كان يدرس 17 فنا، 17 علما يدرسه ومتمكن فيه. شوف يعني بلغ من إمامته مبلغا. فأبو منصور ده بيقول إيه بقى، أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا في بعض الناس مش هيعجبهم الكلام ده وهيحتجوا عليه ويعترضوا عليه عشان ذكر الشافعي، يعني ايه الاحناف، فهيعترضوا على ابو منصور ده ايه زي ما هياتي دلوقتي، مش معنى الشافعي يعني. واحتج باجماع اهل الحديث، يعني ابو منصور احتج باجماع اهل الحديث على ايه، على انه لم يكن في الرواة عن مالك اجل من الشافعي، يعني مفيش حد روى عن مالك أجل وأتقن وأحفظ من الشافعي. حتى إنه لما كان بيقرأ عليه الموطأ، فيقول الإمام سيدنا الإمام الشافعي يقول إيه، فكان يعني يأتي كده في بعض الأحيان إيه ويسكت، يمسك عن القراءة هيبة لمالك. مالك كان مهيبا، الإمام الشافعي كان ساعتها لسه إيه شاب، وده إمام كبير بقى ويعني جليل، فكان ساعات الإمام الشافعي كده يهاب مالك ويسكت. فيقول الإمام مالك يقول له إيه، اقرأ فإني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تذهبه بظلمة المعصية. فيبقى الإمام الشافعي ده من أجل من روى عن مالك باتفاق أهل العلم. لاتفاق أهل الحديث على أن وبنى بعض المتأخرين على ذلك
أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك. ليه؟ لماذا؟ لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، يعني أفضل سلسلة معادن تتفاضل فيما بينه، أفضل المعادن إيه؟ الذهب. فكأن هذا الإسناد هو أفضل الأسانيد. ومع هذا وليس في مسنده، يعني مسند الإمام أحمد، على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد. طبعا هو قال أربعة أحاديث ليه؟ لأنها في البخاري كده، البخاري لما روى هذا الحديث رواه مفرقا على أربعة، في أربعة أماكن أو أربعة مواضع، وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيره ولا خارج المسند. يعني ما فيش حديث بهذا الإسناد وقع لنا سواء في المسند أو خارجه بهذا الإسناد إلا هذا الحديث. وهيجي بقى الإمام السيوطي هيروي هذا الحديث إيه بسنده. أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءتي عليه، أنبأنا عبد الله بن أحمد الحنبلي. طبعا عبد الله بن أحمد ده مش هو ابن الإمام أحمد، ده شيخ السيوطي أو شيخ السيوطي. أخبرنا أبو الحسن العرضي، أخبرتنا زينب بنت مكي حاء، وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من روى عنه. أخبرنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه، قال أخبرنا أبو علي الرصافي، أخبرنا هبة الله بن محمد، أنبأنا أبو علي التميمي، أخبرنا أبو بكر القطيعي. لا أبو بكر، عندك بكير؟ أبو بكر، بكر أبو بكر القطيعي ده من إيه؟ يعني من أجل رواة المسند. أنبأنا عبد الله بن أحمد اللي هو ابن الإمام أحمد بقى. حدثني أبي اللي هو الإمام أحمد، أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض، ونهى عن النجش. النجش اللي هو واحد ايه يقعد يزود في السلعة وهو مش عايز يشتريها، لا يريد شراءها، لما يزيد في الثمن لايه ليعلو ثمن السلع. ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر ولا التمر، التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. يبقى هو موجود أهو عند البخاري وعند مسلم. فالعلاء لما يقول هذا الحديث يعز وجوده، طب ما هو موجود أهو في البخاري ومسلم، يبقى هو ما يقصدش بإيه المتن، يقصد إيه، كان يقصد إيه الإسلام. تنبيهات: الأول، اعترض مغلطاي
حافظ مغلطاي له ايه؟ كتاب اصلاح ابن الصلاح. اصلاح ابن الصلاح بينتقد فيه الحافظ ابن الصلاح. وهو طبعا الحافظ مغلطاي ده من شيوخ الحافظ العراقي، وكان من ايه؟ علماء الاحناف ومن ائمه الاحناف. اعترض على التميم اللي هو ابو منصور البغدادي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك. يعني بيقول له يا أبا منصور أنت عمال تقول إن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طب ما أبو حنيفة ما هو روى عن مالك، يبقى من أجل الأسانيد أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ليه يعني الشافعي يعني؟ لماذا؟ إن نظرنا إلى الجلالة، يعني إذا هنتكلم بقى على جلالة الرواة، فأبو حنيفة أجل من الشافعي. ده إيه مغلطاي اللي بيقول كده؟ وبابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. لو هننظر إلى الإتقان والدقة، يبقى ابن وهب والقعنبي أتقن من الشافعي. قال البلقيني اللي هو سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح: فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. يعني شوف موقع الإمام الشافعي من الإمام مالك، وموقع الإمام أبو حنيفة من الإمام مالك. من أكثر لزوما لمالك؟ ومن أكثر من روى عنه؟ ده أرى عليه الموطأ كله، كل الموطأ. وقيل ان هو ايه قرأ عليه حفظا كمان، لكن لم يروى عن ابي حنيفه رضي الله عنه انه روى عن مالك الا روايتين مثلا او ثلاثه، وحتى هذه الروايات فيها ضعف. هذه الروايه ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والدارقطني وغيره. فكل اللي رواه عنهم ثلاث ايه؟ حوالي روايتين او ثلاثة. الإمام الشافعي روى عنه الموطأ كله، والإمام أحمد قرأ على الإمام الشافعي الموطأ. عشان ايه؟ قال لك عشان هو أراعنا على الإمام مالك. وحتى الإمام الكوثري رحمه الله وكان شديد التعصب لأبي حنيفة، لما تكلم عن علاقة الإمام مالك بأبي حنيفة لم يذكر يعني أن أبا حنيفة كان من رواة مالك، من رواة عن مالك، بل غاية ما ذكر أنه كانوا بيلتقوا في الحج، وكان كل منهم يعني يأخذ عن الآخر، ولم يذكر أنه يعني من رواة الإمام مالك. ولو كان ده موجود ما كانش الكوثر هيترك هذه المسألة. بيقول لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. كل الدنيا عارفة أن الإمام الشافعي روى الموطأ عن مالك، لكن لم يعرف ذلك عن أبي حنيفة. وأما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ القعنبي وابن وهب هل هم يقارنوا بالشافعي؟ لا، لا في الحفظ ولا في الإتقان ولا في الجلالة ولا في أي حاجة.
وقال العراقي فيما رأيته بخطه: رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج، كتاب المدبج للدارقطني، ليست من روايته عن ابن عمر. يعني حتى الأحاديث التي رواها أو رويت من طريق أبي حنيفة عن مالك ليست من رواية أبي حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده مروية من حديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها، وده من حديث ابن عباس. يعني ما فيش الإسناد ده خالص، ما فيش إسناد نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في ذلك. يعني مسألة مفروضة في، إحنا بنتكلم على إيه؟ على الإسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر. الرواية بتاعت أبو حنيفة عن مالك ده عن ابن عباس، فإحنا بنتكلم في مسألة تانية خالص. قال: نعم. ذكر الخطيب حديثاً كذلك في الرواية عن مالك، أي في رواية أبي حنيفة عن مالك. طيب، هو هنا يعني عايز بقى يقول إن الإمام الشافعي في جلالته وإتقانه وحفظه ده كان بلغ من الدرجة العليا فلا يقارن بغيره، ده خلاصة الكلام. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: يعني أما اعتراضه بأبي حنيفة، يعني اعتراض الحافظ مغلطاي بأبي حنيفة، فلا يحصل، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما، أي للخطيب والدارقطني، عنه بإسنادين فيهما مقال. يعني الإسنادين فيهم ضعف، والدارقطني والخطيب لم يلتزم الصحة في كتابيهما، ما قالوش ان كل اللي هنذكره في الكتاب بتاعنا صحيح زي البخاري ومسلم مثلا. ومع ذلك بالتفتيش والبحث وجد ان في اسنادهما مقال، يبقى اذا لم تثبت روايه مالك عن ابي حنيفه. وايضا فان روايه ابي حنيفه عن مالك انما هي فيما ذكره في المذاكره، ذكره اللي هو أبو حنيفة يعني في المذاكرة. يعني أبو حنيفة لما روى أو ذكر هذه الرواية كان بيذكرها على سبيل المذاكرة. ده اسمه كتاب ولا إيه؟ مذاكرة اسمه؟ لا لا، يعني إيه، هو قاعد هو واحد آخر، فقاعدين كل واحد بيقول الأحاديث اللي عنده بيذكروا مع بعض. وليس من طريق الأخذ، وليس من طريق الرواية أو بغرض الرواية. طبعا هذا الكلام احنا مش عارفين هو جه منين، يعني الحافظ جابه منين، يعني ليه حكم بأن الروايتين دول كانوا على سبيل المذاكرة، ما نعرفش. ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. يبقى ده في الكلام بيرد كده لاعتراض بقى لأبو حنيفة. هيجي بقى اتكلم عن القعنبي وابن وهب: وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي عن مالك بكثرة،
يعني الحافظ عبد الرحمن بن مهدي كان من أجل برضو الحفاظ اللي رووا الموطأ عن مالك، والإمام أحمد سمعه منه، وابن مهدي كان أكثر ملازمة لمالك من الشافعي، ومع ذلك الإمام أحمد سمع الموطأ مرة أخرى من الشافعي. ليه بقى؟ بيقول لأني رأيته فيه ثبتا، يعني متقن لما رواه عن مالك. فدي ايه؟ شهادة من الإمام أحمد. فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت. وطبعا هو كان برضو الإمام مالك روى عنه الموطأ كثير، فشمعنى الإمام أحمد اختار الإمام الشافعي عشان يقرأ عليه الموطأ مرة أخرى بعد سماعه من ابن مهدي؟ ما ذلك إلا لتثبت الرواية من الإمام الشافعي عن الإمام مالك. ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. منهما اللي هما مين؟ ابن وهب والقعنبي ونايمين. نمتوا خلاص؟ قال نعم. أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة، فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة. يعني الإمام الشافعي لما توفي كان مين اللي موجود ساعتها؟ القعنبي. فلذلك ابن المديني قال إيه؟ إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، أثبت الناس اللي موجودة اللي عايشة. والقعنبي عاش بعد الإمام الشافعي مدة طويلة، يبقى مش معنى كده إن القعنبي أثبت من الشافعي. وكذلك إن الإمام الشافعي يعني سمع كثيرا، أو القعنبي هم قدموه يعني إيه إن هو أثبت الناس في الموطأ. ليه؟ قال لك لأنه سمع الموطأ من لفظ مالك. يعني كان الإمام مالك هو اللي بيقرأ كتابه الموطأ، وسمعه القعنبي من لفظ مالك، بخلاف الإمام الشافعي. الشافعي هو اللي قرأ عليه. فبعض الناس بيقدموا السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه. فلذلك قالوا إيه؟ إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ. ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي. يعني ابن معين قال إن إيه؟ أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف. قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. وأما يعني إيه؟ الإمام الشافعي كان قرأ على الإمام مالك، لكن إيه؟ القعنبي وغيره سمعوا من لفظ مالك. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد، كأنه ولا كان؟ إنه كان. إنه هات كده أنا. أنا إنه
إنه غير جيد التحمل، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواية عن مالك. يعني محتاجين إن احنا نقول أو نسمع بعض أهل الحديث شهادتهم لابن وهب أنه كان أتقن الرواية عن مالك. نعم كان كثير اللزوم له، يعني ابن وهب كان كثير الملازمة لمن؟ للإمام مالك. ولكن كثرة اللزوم لا تفيد الإتقان، دي قاعدة. إيه؟ يعني مش معنى إن هو لازم الإمام مالك كثيراً إن هو يبقى أتقن الناس وأحفظ الناس عن مالك، لا مش شرط. نعم كان كثير اللزوم له، كثرة اللزوم لا تفيد، لا تفيد الإتقان. قال: والعجب من ترديد المعترض من الأجلية والأتقنية، وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء، أجل من القعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيره، لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس. طبعا احنا ايه ذكرنا لكم قبل كده الرشيد لما ايه امتحن الإمام الشافعي فبيقول له: وما علمك بالسنة؟ طبعا هو سأله عن القرآن قبل كده، قال له: ما علمك بالقرآن؟ فقعد قال له كلام كتير، قال له: أنا أعلم بالناسخ والمنسوخ، واللي نزل بالليل واللي نزل بالنهار، واللي نزل في الصيف واللي نزل في الشتاء، واللي نزل ومعنى والمحكم والمتشابه، يعني يعرف كل شيء عن القرآن. فقال له: طب وما علمك بالسنة؟ فقال له: إيه؟ أعرف منها المنقول بالتواتر، وما يوجب العمل من أخبار الآحاد، وأميز منها بين الصحيح الذي يجب قبوله والسقيم الذي لا يجب قبوله ويجب رده، والمتوسط الذي يتوقف فيه. وما انت عايز ايه تاني بقى؟ واحد بيعلم كل هذا في السنة ونقول عليه إن غيره أثبت منه وأحفظ منه، فبيقول: لا يشك فيها، لا يشك فيها زيادات إتقانه، لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه، يعني الإمام الشافعي يعني، بأحاديث أشكلت أو أشكلت عليهم فيبين لهم ما أشكل، يوضح إيه لهم الإشكالات في الأحاديث، ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. يعني محدش يعترض على هذا إلا واحد جاهل أو واحد يعني عامل نفسه مش واخد باله، عامل نفسه أنه مش عارف. قال: لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر الحافظ بقى، لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم. يعني إحنا لو نقصد برواية مالك عن نافع عن ابن عمر الروايات اللي في الموطأ فقط، يبقى فعلا الإمام الشافعي أجل منها من إيه؟ من سائر الرواة.
وإن كانوا يشتركوا في الإيه؟ في الأصحية مع غيرهم. يعني في روايات أخرى في مالك وطرق أخرى في مالك غير هذه الطرق وهي صحيحة. وإن كان المراد به أعم من ذلك، يعني رواية الشافعي عن مالك في الموطأ أو في غير الموطأ يعني، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي. إيه يبقى نحن إيه يبد أن نفرق، هل المقصود رواية مالك عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ ولا خارج الموطأ؟ إن كان في الموطأ فيبقى فعلا الإمام الشافعي أجل هؤلاء. طب إن كان في خارج الموطأ، قال لك إن كثير من الأئمة كان عندهم من أحاديث مالك ما ليس عند الشافعي. ليه؟ لأنهم كانوا أكثر ملازمة لمالك من الشافعي. وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره، كالربيع مثلا، الربيع بن سليمان المرادي كان أكثر ملازمة للشافعي من أحمد. هو مصري صح؟ مصري آه. الربيع بن سليمان كان أكثر ملازمة للإمام الشافعي من الإمام أحمد، ومع ذلك من الأجل الإمام أحمد. يبقى العبرة هنا مش بطول الملازمة ولا كثرة الملازمة. ففي ناس برضو قالوا إن الإمام أحمد يعني مش يعني في غيره أتقن وأحفظ لمرويات الإمام الشافعي، فيجاب عنهم بمثل ما أجيب في منازعة الإمام الشافعي في الرواية عن مالك بأبي حنيفة. اكتفي بهذا القدر.